وينضم إلي الآن من عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال لدى إكويتي. أهلا وسهلا بك أحمد معنا على البرنامج. هل سقط إذن الدولار عن عرش الملاذات الآمنة الآن؟ صباح الخير أستاذ صبا، وصباح الخير لكم المشاهدين، شكرا للاستضافة. نعم، بكل تأكيد وصف الأستاذ صفا الدولار الأمريكي بأنه حالي معقد. ممكن وصفه حاليا بأن الحال المر فيها الدولار الأمريكي ممكن تشبيهها بالمثلث، ثلاث زوايا. إحدى الزوايا هي الملاذات الآمنة، تفعيل عمليات الملاذات الآمنة نظرا لحالة الفشل المصرفي، المخاوف، الذعر وانتقال العدوى لبنوك أخرى. بالرغم من هذا، طبعا 563 بنك تم فشلهم في آخر سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي بنكين وضع تقريبا شهريا. بكل تأكيد عمليات الفشل المصرفي تثير الذعر في الأسواق. فالحالة بالمثلث كما ذكرت، الزاوية الأولى ملاذ الآمن، قد تكون سقطت بعض الشيء نظرا للمخاوف، لأن الفشل المصرفي مختصخ حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بكل تأكيد الأزمة الاقتصادية أو المخاوف الاقتصادية من دولة تجديد السياسة النقدية التي أصبحت معقدة بالنظر إليها، وبالنظر أيضا إلى حركة السعرية للدولار الأمريكي، هبوط من مستويات 105 إلى مستويات 102 لمؤشر الدولار إندكس، على ما أعتقد أنها توصف الحكاية التعقيد بالنسبة للمستثمرين في اتخاذهم القرار بالنسبة للدولار الأمريكي. دولة تجديد السياسة النقدية على سبيل المثال، كان المستثمرين يتجهوا بتسعيرها بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماع الفيدرالي الحالي. سقطت هذه الاحتمالية أو قلت الاحتمالية إلى مستويات 25 نقطة أساس، لا بل بعض المطالبات كانت إلى صفر نقطة أساس في الاجتماع الحالي. عند النظر إلى التيرمينال ريت أو حتى العوائد أو سعر الفائدة النهائي، فبكل تأكيد هناك أيضا مخاوف إلى نقص التيرمينال ريت أو نقص سعر الفائدة النهائي، لا بل حتى هناك مطالبات في نهاية العام إلى دفع أسعار الفائدة إلى التخفيض. فبكل تأكيد حالة الدولار الأمريكي معقدة بين حالة الملاذات الآمنة وبين دورة تجديد السياسة النقدية. لا شك، كيف تلعب هذه الشروط أو هذه الأحوال كلها في السوق، في تداولات السوق؟ كيف يتوجه المتعاملون الآن، وما هي أبرز الاتجاهات التي يتوجهون للتحوط إذن في أسواق القطع اليوم؟ عم نحكي عندك أنت، عندك الين الياباني يسجل هذه الارتفاعات، عندك الفرنك السويسري في حالة توتر، عندك الدولار على تراجع، الاسترليني ما رح نحكي في أيام صعبة أيضا مش واضحة. نعم، على ما أعتقد بأن الذهب هو الملاذ الآمن الأكبر بوجهًا، والحركة السعرية صعودات أو ارتفاعات مستويات 1800 واختراق مستويات 2000 في جلسة الأمس. بكل تأكيد كما اعتدنا، الذهب أو المعدن الأصفر يتفاعل حالة الملاذ الآمن عند أزمة الأسواق، عند مخاوف الأسواق. بكل تأكيد الهروب إلى الذهب كان وجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين في الفترة الأخيرة. بالنسبة للين أستاذ صبا، على ما أعتقد بأن الين أو ارتفاعات الين هي محاولة تفسيرها من قبل المستثمرين بأن حاكم بنك اليابان الجديد ويدا قد يتجه إلى تغيير السياسة النقدية أو حتى إلى تعديل السياسة النقدية، بالأصح أفضل من كلمة تغيير. بكل تأكيد تعديل السياسة النقدية قد دفع الأسواق إلى تفعيل الين كملاذ آمن بعض الشيء أو التوجهات إلى شرائه هروبا من المخاطر الحالية في الأسواق. وطبعا في عنا بيبقى موضوع، إذا عم نحكي بملاذات آمنة وما سمي بملاذ آمن سابقا، والبعض يراه بأنه الصراحة ما بيسوى الورق اللي ممكن يكون ينطبع اسمه عليه، اللي هن الكريبتو. هل ترى فيها الآن توجه كملاذ آمن؟ عم نحكي عن ملاذات نحن. بكل تأكيد لو نظرنا إلى العملات الرقمية فممكن الاستعاضة بها بحالة الفشل المصرفي. طبعا الهروب من الفشل المصرفي إلى العملات الرقمية كان وارد جدا، الهروب من بين قطاع أول إلى قطاع تنافسي بكل تأكيد كان وجهة مفضلة بالنسبة للمستثمرين. لكن هل هو ملاذ آمن؟ لا أعتقد أنه ملاذ آمن، وقد رأينا أيضا الأصوات التي كانت تدافع عن العملات الرقمية في الفترة الماضية عن ارتفاع أرقام التضخم بأنه وجهة مفضلة للاحتياط من التضخم. لكن على ما أعتقد أن العملات الرقمية فشلت في حالة التضخم في الفترة الماضية في الدفاع عن قيمتها في حالة التضخم، وعلى ما أعتقد بأنها وجهة مفضلة للملاذات الآمنة، فلا أعتقد أنها ذلك أستاذ. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، شكرا لحضورك معي هذا الصباح.